سياسة أوبك حاليا، أوبك إلى حاجة إلى سياسة مرنة أكثر وإلى أدوات أوسع من فقط يعني استخدام الإنتاج لدفاع عن يعني ك ك ك كوسيلة ل أو أدوات لدفاع عن استقرار الأسعار. هذه سياسة ثبتت أنه مو دائما ناجحة. فأوبك حاليا إلى حاجة إلى سياسة مرنة أكثر، يعني ممكن يتخلى نوعا ما عن دفاع الأسعار فقط ويرفع الإنتاج، رغم الأسعار برنت حاليا يعني إذا نشهد هبوط كبير. ممكن أوبك تمشي رغم هذه التدهورات أنه ترفع الإنتاج، تخلي السعر يعني يهبط بعد أكثر، وهذا يعني نوعا ما يخلي المنتجين في السوق، فقط المنتجين الواطي كلفتهم هم يبرزون، منتجين العالي كلفتهم، المنتج الصخري الولايات المتحدة، بعض المنتجين في البرازيل راح يلاقون صعوبة، راح يعانون في بيئة أسعار واطية، وهذا راح يزيد الاعتماد عن المنتجين في أوبك، وهذا بحد ذاته يعني راح يؤدي إلى نوع ما تصحيح في السوق، كوركشن في السوق. وممكن أوبك تأخذ هذه السياسة، السيناريو الثاني أنه ممكن تبقى متحفظة وتأجل يعني زيادة الإنتاج وتبقي التخفيضات مثل ما هي. وأيضا في سيناريو ثالث أنه ممكن حتى تخفض بعد أكثر، حاليا نستبعد أنه راح تخفض بعد أكثر، لو راح تزيد الإنتاج، لو راح تبقي التخفيضات مثل ما هي. صراحة هي سياسة يعني أثبتت حاليا معقدة جدا، ويجب أن يعني نشوف بعض التحديات اللي راح تبرز قبل شهر 12. سيد جعفر، لكن يجب التطرق كذلك للعامل الجيوسياسي، خاصة في ظل بالطبع تفاقم الصراع في الشرق الأوسط. يعني في حال استمر صراع أو يعني ازدادت حدة يعني التوترات، هل تتوقع أن تتخذ أوبك إجراءات فورية ربما لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط، أم أنه ستستمر في يعني زيادة الإنتاج المخطط لها؟ حالياً السيناريو المحتمل أنه تستمر، لأنه داخل أوبك هناك يعني متطلبات عديدة، بأنه بعض المنتجين يستطيعون وأهدافهم أنه يعني يبررون نفقات الرأسمالية ويزيدون الإنتاج، فهذا يعني أمر واقع جاري من ضمن بعض الأعضاء داخل أوبك. فيما يخص العوامل الجيوسياسية، لحد الآن صراحة يعني نقدر نقول نوع من يعني ما مهتم السوق حاليا فيما يخص العوامل الجيوسياسية في غزة وفي لبنان وفي إسرائيل. إذا في احتمال أنه هذا الصراع الجيوسياسي أضر يعني مثلا في هجومات على الحقول العراقية أو أي منطقة منتجة في الخليج، أو حتى أي منطقة منتجة نفط بشكل عام، هذا أكيد راح يؤدي إلى رد فعل كبير إذا صار هجومات على السفن أكثر. لكن لحد الآن هذه الأمور ما أثرت على السوق، والسوق مستوعب بأنه الإنتاج ونقدر نقول العملية فيما يخص النفط والغاز راح تبقى يعني بشكل طبيعي رغم هذه التحديات الجيوسياسية. فأوبك راح تمشي حسب سياستها، والهدف والطموح نقدر نقول في الشهر 12 أنه يزيدون الإنتاج، لكن إذا صار عوامل جيوسياسية غير متوقعة أكيد راح يراجعون النظر، ويعني يجب يكون هذاك الوقت سياسة طارئة لتعالج أشياء غير متوقعة فيما يخص الجيوسياسية والجيوستراتيجية.